إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الأصوات وعضدك يو فهم المسموع وحيل مقلئين لقرته ولفهمه. أولا الأصوات كل كواد وحن سمعنا عضدك. التدريب الأول ليلس كوباد استمع دقيسو وأعيد كسو عليه وكسو إمرك دقيسو تكتب عليه طارق وأن المقعد طه وأن المقعد فاطمة وأن المقعد لطيفة إن المقعد وهي الفطور وقراعة الأطباق وصحون طيب العدد وحلقوا عنه. التدريب الثاني مركا أريادا أخر سكود مالقوا برايا طاباني كتيرتين تبدا وحرف الطابة meesha ay noogu qoran ama ha u horeyso ama dhexdaha ku jirto. Atadribu thani waxa weeye muxuu ahaa tababarka labaad ama layliska labaad. Istamic waacid waa intiin leeg dhegayso oo dabeedna ku cali. Taabay kuwana ka bilaabmayaan taaba uu toobadkeena talaaqin waa kulan iyo ismimaatin. Talun waa meel taaga oo buur yar oo gaabana. Taa-un waa xarafka taa taamatun yacni waa mid dhammaystiran. طابي كون كبلاب ميان طابو ونعسينها طلاق وافرين طل روب يروي طاء وحرف الطاء طامة ودباته قيامها نوال ليلة طاء أعتاوي أيو كبيا كوشر تيمك أعتا وحد قد بإيسا طابة توبت بوي دي إنو توبت كينو أو طار وحركها فتنة فتنة وحوي يعني فتنة ودباته نطفة وحوي مركة بالك لا غرفو مثلا شيء بالك ديغا او كلا اعطى وسي استطاب و جعلستي و وخ ورايسن بو اركي او طار وجمع وطر وضنو فتنه و حق فهمدا نطفه و عنوف سمنيد او كلا قنطة يعني قنوت بو اخري ادي قنوت كي اخرس كها هو اخري متى يعني هو متى واحد اسكو خدن maatana uu dhintay weeyo miitu uu dilaya qata qanada uu quustay mata iyo maata oo yumiitu ah la socoto yumiitu oo uu masaxaya waa shayga la baabinaya ama meesha laga qaadayo azaala yacni isagu meesha ka qaada qata qatu weligeed yaa laheed weyn. Erayadaasi waa erayo la doon inaad macnahooda barato waan xifidana xifidana oo yacni si qofku u kordho kolba erayada uu baranayaa loo ballaadhinayaa. Atadriib athaalith waxa weeye wasalaad waxa weeye tababarka saddexaad ama laylaska saddexaad istamic dhegayso waacid ku celi waayibaatu liayibiin baa ilaahay yidhi. Dumarka wanaagsan wax xaq u leh ragga wanaagsan waayibuun ragga wanaagsanna wax xaq u leh inay guursadaan liayibaati dumarka wanaagsan waduuri baan ku dhaartay baa ilaahay yidhi. وكتاب مسطور يا كتاب القرآن وحرف الضاوة كبدا أو كتيرة كلمة كستة قل واحد إلى هذا أطيع الله إلهي أقبل والسماء والطارق من قل أرض وما أدراك من الطارق وما حي واحدك النجم ثاقب وي كلا لينبذن في الحطمة بالله غطور دونا وما أدراك من الحطمة محاكو شيئي أو كوغيسي وحيطة حطمته نار الله المقضي يعني والعياذ بالله وأمطرنا عليهم مطر وحنو كفرورنا أو كسو ديني روب فصا مطر المنذرين وحن روب كود أي كو اللو ديجي إي ديدي ديجنينت والذين آمنوا كو إلهي رمي وتطمئن قلوبهم أي قلبي يدود كو حاسلين أي كنا سين بذكر الله إلهي حسكي سألا بذكر الله إلهي حسيتان كي حسوستي سي تطمئن القلوب قلوب تكدكتا أي كو حاسلين وعلى الذين يطيقون كوا كريسون كوا حدوشو ذا فدية تنباء طعام مسكين وي فديدو
كفار قدية نفطها فرشة أو مسكين وحلا سياء فمن تطوع خيرا قفك خير كردسته يا خير دارات اللي ما ده فهو خير له تطوع سيسقه في عيه قفك ونسيه آيات كاسنا وآيات يعني لبرا يقفك إنه برته وحي سيقول وحيابة دعوة دي الدين التربية إيه مارت وحيابة ما يقول أحجره ومنهج ومتكامل منهج بركة وحلق برا وحيابة أرضي ده برنيس ثانيا فهم المسموع إما كان وحوي وحي اللي يستيقل لك قرطول لفهمه التدريب الأول كواد حوي استمع حرطة اللي يسمر كهوري ثم ضع وحدك الرقم نمبر كوكور في المربع المناسب مربع المناسب أفرقيس لها قوها بون أما لا يتبارنها قوها بون طبعا نوي حقات لقي ستي أياد نمبر كوكو سمعيني تامركا ومركا سريد كدقي ستي مكوي طبعا نوح على فهمي وح على دوري بلين لقرتين تا عشرد كفهمي التدريب الثاني وحوي الله يرزق الله بعض وين تان لك يستمع حورته عشرة دقيقة ثم ضع ده بنوح حد يقطع الرقم النمبر كبك في المربع المناسب لما تبارناها كوها بون ده بدنا النمبر كقر أو واحد عمرك دقيقة تو صورها ده على آخره يا مركز طالع يقول هذا النمبر كقر وحوي صورها ده على آخره يا يا أركان كقر مركا عشرة دقيقة النمبر كقر مركا التدريب الثالث لا يرزق صدحه وحوي استمع دقيسه الى الحوار وذا الشيكيس بقى كتر مركا هالكا عجلده دقيسه ثم ضع علامة صح واحد يقطع علامة صح في المربع المناسب مربع كهبون مركا علامة صح صح بقى حوار بمركا تاني كل حجرتها يوضا هذا الدقيسه نسوع عجلده قدونا التدريب الرابع كافر دوحوي استمع الى السؤال اما كون هو السؤال لقاوه يدين دونه سؤالها دقيسة ثم ضع الرقم دبنا واحد كقرطان نمبر كا في المربع المناسب يعني أفرجيس لها كوه بور مركا دقيسة تعجل ده سؤال اللي جاوا يدينيو كقر الكلام مكوا هذا الكي والله هو الله يا إمكانه التدريب الأول وحوي الله يلسك كوباد تبادل الحوار مع زميلك اسوي ذا سلا وضع الشيء كيس هذا جي صاحب كا كما في المثال ست صالان قرن وتصار مركور لو سينيا المثال تصار وحوي تا واحد اردي كواد بايري اين تصلي الجمعه هل كانت جمعه كنت كتا طايتني وحو يصلي في المسجد الكبير وحان كنت كدا مساجد كوين طايتني بعدن هذا الكي قاتو وحو اين تصلي انت ادون هل كنت كتا تا واحد بايري اردي كواد يصلي في المسجد الكبير ايضا وحان كنت كدا مساجد كوين سدو كلا سداد او كلا أريد استعماله وحوي الجمعة المسجد الكبير أنت هسه استعماله هكذا راح أقول الفجر مسجد عمر سؤال بس كسر يا سامر كأنت هين لك كهر رعب يكون واحد هذا أين تصلي الفجر صلاة الصبح الكيت كنت كتام تبعنا أرض قلاد بعورنا يا أصلي في مسجد عمر وحن كنت كذا مساجد كعمر وأين تصلي أنت الجد أنك كنت كتام أصلي في مسجد عمر أيضا أنا كهذا قلت كذا. هذانا الظهر باكو قرن يمسيد بلال. سؤالك سوى حتى هذا أين تصلي الظهر؟ هل قد ظهرك قلت كذا؟ أصلي في مسجد بلال بان قلت كذا. وأين تصلي أنت؟ أنا هل قد قلت كذا؟ أصلي في مسجد بلال أيضا. أنا وكاسوم قلت كذا. العصر عصر كي يا هكذا قرن مسجد عثمان وقرن تاعي. أنت هين لك السماء وحتى هذا أين تصلي العصر؟ هل قد عصر قلت كذا؟ أصلي في مسجد عثمان بان قلت كذا. وأين تصلي أنت أنا لقيت كنت كذا أصلي في مسجد عثمان أيضا أنا عثمان كاسان كنت كذا المغرب هذا أنا كقرن مسجد علي هذانا سؤالك سما أين تصلي المغرب لقيت المغرب كنت كذا أصلي في مسجد علي ما كنت كذا وأين تصلي أنت أنا لقيت كنت كذا أصلي في مسجد علي أيضا أنا مسألك علي ما كنت كذا العشاء مسجد عمار بارك كقرن أنت هاي لك سما وحوي أين تصلي العشاء لقيت كنت كذا عشائك أصلي في مسجد عمار بان قلت كذا وأين تصلي أنت أنا لقد قلت كذا أصلي في مسجد عمار أيضا أنا عمار بان قلت كذا الجمعة مسجد طارق بان قلت كذا أين تصلي الجمعة لقيت معها قلت كذا أصلي في مسجد طارق بان قلت كذا
وأين تصلي أنت عندنا كنت كتكتا وصلي في مسجد طارق أيضا أين أنا كنت كذا ما لا يفعل أحمد التدريب الثاني هذا بط لا يسكر لبادو حوي أجمع عن الأسئلة سؤالها كجواب مستعينا بالصور هذا قوة صور هذا كاسنية ووحن لقويدين يووي سوري هنا صور كنت هذا خريضه جواب مركا كبحي ماذا يفعل أحمد أحمد محمد صمينا إياه يقرأ القرآن بعض النساء مركا إلا انكتاب في هذا الكساية ماذا تفعل البنت إن أنتم حي صمينا إياه تكنس البيت كورية حاريتا ماذا يفعل الرجل إنكم محمد صمينا إياه يسلي وتكن إياه أما يسلي في المسجد المساجد كتكن إياه ماذا تفعل فاطمة فاطمة حي صمينا إياه يعني محاضرك هذا النساء تطبخ الطعام انتظر بك النساء ماذا تفعل خديجة خديجة محي سمين نساء تغسل الملابس تركي مير نساء ماذا يفعل محمد 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 سمين يغسل الأطباق وحمير يا صحون تيبري هذا التدريب الثالث لا يستصد هذا حوي هاتي جملا كما في المثال جملوين كان أضغو ستصالهم كقرن المثال تصالوا حوي أستيقظ مبكرا وجمل فعليا رميسرا وحن توصى قاهرة أرورتي محالك مقرن متأخرا مالك مقرن أستيقظ متأخرا يا المركة كريسة وحن توصى قاردن بي الساعة السابعة مالك مقرن أستيقظ مبكرا يا تازوحو أنام مبكرا طوالي أنام متأخرا قاردن مان سيحدا هو غفر ده أستيقظ وحن توصى أما أنام وحن سيحدا الساعة السابعة ساعد تضبا تضبا ما تفيدك أما الساعة السابعة بان توصى الساعة الخامسة أستيقظ الساعة الخامسة وحن توصى ساعد الشنطة أستيقظ الساعة الرابعة وحن توصى ساعد أفرت التدريب الرابع أكمل الحوار حوار كان رميستر هل كان محاكو قرن داء واحد باء قرن مركاو سؤاشي با مقن وظهر لنا متى تستيقظ قرن توستا طايت نوحي لا استيقظ عند الفجر وحن توصى مركاو واقو بريو صلاة الصبح هل كان داء واحد باء هذا قرن سؤاشا لولي رميسترو سؤال با قرن علامة سؤالك وحا كما قن سؤاشي لقويديني أين تصلي الفجر وأمرك ما يشاك قوان؟ هل قلت ثلاثة صبح كنت كذا؟ أصلي الفجر في المسجد المساجد كان كنت كذا؟ تا واحد بقى كان قرآن يسأل قرا علامة سؤالهم. بركان سؤال شو واحد نقول إنسان هل تناموا بعد الفجر أما بعد الصلاة؟ الصلاة كذب مئة صحتها بعد الفجر لا ما يقول لا أناموا بعد الفجر. هل تناموا بعد الفجر؟ ما صحتها؟ أنت أزاك مقن لا لا أناموا بعد الفجر. وما سيحضون ماذا تفعل بعد الفجر ما قال عرني محاطة ما يسا صلاة الصبح كذب أغرأ القرآن قرآن كان أخريان ومتى تذهب قرما تقتا إلى المدرسة أياك مقن مدرسة أذهب وحن تقا الساعة السابعة ساعة تضباء أيان تقا تضباء هل تذهب بالحافلة ما وحن تقتا بس رفل الله ما أذهب بالسيارة بالسيارة ما حنقول تجا تكسي ما حنقول تجا أما بابور تجا تجاسيد يحاسو كلا ويا التدريب الخامس كسنة دوحة ويا تبادل السؤال والجواب مع زملائك اسوي يارسدة أديك يا صاحب ضاء سؤال أما ويديني ورعيس ويديست ألف باوه الرئية قيبت كوباد ويا طا واحد أردو كدوحة وصلي الجمعة في المسجد الكبير وحن كنت كذا مساجد كوين شمعة ايه اين تصلي هل كنت كذا طايت النبالي وصلي الجمعة في مسجد بلال ما كنت كذا اين تصلي الجمعة كذا جمعة كنت كذا ايه هذا هو يدي مركا هو ارضي بضن دبنوح كل يذكروح الشيقي كل طالب ارضي ولباء المسجد مساجدك الذي يصلي فيه الجمعة مساجدك كنت كذا ارضي والبلو ويدينا كاسمك التوابية ونظام قاسيك صعوتها باء وغيب طلبات طاء واحد واحد أستيقظ السابعة الساعة الرابعة أروح أن توصى أفر تمرك ساعدو طاي إيوابري قبل كهر متى تستيقظ أنت أنا قور ما توصى طاء تروح أستيقظ الساعة الخامسة ساعدو مرك شان تيب أن توصى متى تستيقظ أنت أنا قور ما توصى طاء ثلاثة هي أربعة هي خمسة هي ستة هي سبعة
ayaa iyaguna markaa ka jawaabaya waqtiga ay toosaan oonaya waxaan toosnaa mid wuxuu leeyahay saacadda lixda, mid wuxuu leeyahay toddobadaan toosaa, mid sideedaan toosaa, mid sagaalkaan toosaa, midna tobankaan toosaa buu leeyahay. Intaba waxaa sheegaya saacadda waxa weeye astayqadu asaaca saadisa buu ka hor odhanaya, waa ka saddexaad. Astayqadu asaaca asaabica waxaan toosaa toddobada, astayqadu asaaca saamina waxaan toosaa saacadda sideedda, astayqadu asaaca taasica saacadda waxaan toosaa sagaalka, astayqadu waxaan toosaa asaaca alcaashir saacadda tobanka. Marka saacadday ku wada qoran tahay dabadna taasaa lagaga jawaabaya. atadriibu saadis waxa weeye tadriibka ama layliska lixaad. ajib cala asilati laatiyati su-aalahan soo socda ka jawaab. waa maxay su-aasha koowaad? mataa tastayqidu goormaa toostaa baa lagu yihi. astayqidu mubakiran ama astayqidu waxaan toosaa cinda alfajri waaga markuu beriyo. ee usalli alfajr halkeed ku tukataa? usalli fi lmasjid baan ku tukadaa. hal tanaamu bacda salaad, salaada kadib miyaad seexataa marka subaxda? la anaamu bacda salaad, salaada kadib ma seexdo. maada tafcalu bacda salaad, salaada kadib maxaad qabataa? aqra alqur'aan, qur'aankaan akriyaa. mataa taknusu lghurfa, goormaad xaadhaa qolka? aknusu asaaca saadisa, saacaddu markii lixda tahay baan xaadhaa. mataa tadhabu ila lmadrasa, goormaad tagtaa? adhabu asaaca saabica, waxaan tagaa saacaddu markay toddobada tahay. mataa tastayqidu yowma alcudla, maalinta fasaxa goormaad toostaa? astayqidu mubakiran, goormaan iska toosaa. maada tafcalu yowma alcudla, maxaad qabataa maalinta fasaxa? aqra alqur'aan, qur'aankaan akriyaa. ayna tusalli ljumuca, halkeed jumcada ku tukataa? usalli fi lmasjid alkabiir, waxaan ku tukadaa masaajidka weyn. mataa tushaahidu tilfaas, goormaad daawataa tv-ga? ushaahid asaaca asaabica masaa'an baad odhan kartaa, yacni saacada toddobada galabtii habeenimo yacni. imankana waxa alqiraa'atu walkitaabatu waa akhris iyo qoraal. awalan alqiraa'a, waxaan ku horeynaa marka hore akhriska. atadriibu alawal waxa weeye layliska koowaad. sil bayna aljumlati wa suurati almunaasiba, waxaad xidhiidhisaa jumladda halkaa ku qoran iyo sawiradaa ka horeeya ka ku haboon isku xidho xariiq, qalinka inta qaadato xariiq isugu xidh. waaxid qaybta kooda waxa weeye dhahabu ila albayt bilxaafila, guriga wuxuu ku tagaa bas. sawirkee ku haboon ka daalku ku qoran yahay ninkaa shidada sita uu gelayo waa kaa. ka kale waxa weeye daal baa halkaa ku qoran, sawirka daalka ayay isku mid yihiin. itniin yaqra'u alqur'aana fii qurfati noom, wuxuu ku akhriyaa qur'aanka qolka hurdada. sawirkaa uu ku qoraya jiim ayay isku xidhan yihiin oo la isku xidhayaa. yadhabu ila almadrasati asaaca saamina, wuxuu madrasada tagaa saacadda markay tahay sideeda. waxaa ku haboon kaa alifku ku qoran yahay ee saacadduna ku agtaal ee sideedana ay ku taagan tahay ayaa laisku xidhaya. yaqsilu malaabisa fi lxamaam, dharka wuxuu ku maydhaa xamaamka. kaba'du ku qoran tahay ayay isleeyihiin oo dhar maydhaya, sawirkaasaa dhar maydhaya. taknusu gurfata noom yowma alcudla, waxay xaadhaa gabadhu maalinta fasaxa qolka hurdada. nambarkan haadu ku qoran tahay u wataa ayaa laisku xidhaya. saa isula doono sawirka iyo jumladda macnaheeda, sawirka jumladda macnaheeda sheegaya ku xidh. atadriibu thaani layliska labaad waxa weeye sil bayna su-aal waljawaab, su-aasha iyo waxaad isku xidhaa jawaabta halkaa ku qoran. qaarna nambarkii baa ku qoran oo waa afar, qaarna afar xaraf baa ku qoran, dabadna isku xidh. mataa tastayqidu, goormaa toostaa? waa number one-ka ama number waaxid, raqam waaxid, goormaa toostaa? dabeedna waxaa jiimka la tegayaa. astayqidu cinda alfajri baa halkaa ku qoran, waxaan toosaa marka waa beriga. itniinu ayna tusalli aljumuca, halkeed jumcada ku tukataa? waxaa la tegayaa marka alifka oo wuxuu leeyahay usalli aljumcata fi lmasjid alkabiir, masaajidka weyn baan ku tukadaa. talaata ayna tusalli alfajra, halkeed ku tukataa? salaada subax. usalli waxaa tegaysaa ba'da, usalli alfajra fi lmasjid, masaajidkaan ku tukadaa. hal taraamu bacda salaad, salaada subax kadib miyaad seexataa? daalkaa tegaysa halka ku qoran tahay? laa maya buu ku yihi, la anaamu bacda salaad, salaada kadib ma seexdo. atadriibu thaalis, tadriibka saddexaad waxa weeye iqra alfiqra. fiqra waxaa la yidhahdaa inta baarigraafka inta yaraysa haysataa ayaa la yidhahdaa maxay fiqra, jumlooyinka dhowrka ah fiqra la yidhahdaa. uma ajib, intan maqdacan yaree go'an ee hadalkaa intaad kolka hore akhrido su-aalaha ka dambeeyo lagaa weydiin doonaaye intaad intaan akhrido su-aalaha daba socda ka jawaab. marka hore waxaad akhrinaysaa usratu axmed, qoyska axmed ka dhashay
لا تناموا يوم العطلة ما أنت فصح مسا يحدان ما هي قبطان طاها يكنس غرفة الجلوس إنك طاها الله إلى وحو حادا قولك فردقة وفاطمة فاطمنا تكنس وحي حادا غرفة النوم قولك هرددة وأحمد وأحمدنا يغسل وحوما إلى الملابس درك واللظيفتنا تكوي الملابس درك كاوي ديسا والجدة أيدنا تغسل الأطباق صحون تيبل عدد الميدا والجد أوقنا يقرأ القرآن قرآن كو أخريا ما لا يفعل الله محوصا ما إياه وطالك أقول يكنس غرفة الجلوس أي حالة تلوادو هاي ماذا تفعل فاطمة فاطمة محاي سميسا تكنس وحي حالة غرفة النوم قولك هرددة ماذا تفعل لطيفة لطيفة محاي سميسا تكوي الملابس تركي كاويديسا ماذا يفعل الجد أوقو محوصا ما إياه يقرأ القرآن قرآن كو أخريا ماذا تفعل الجدة أيد محاي سميسا تغسل على الأطباق صحونتي حشا ماذا يفعل أحمد أحمدنا محوق قبطا أحمدنا محوق قبطا يغسل الملابس لركم ميلا سيدا أغد شواب إلا ميدو البجواب تاكو قرن هذا الكاد سواخر دي التدريب الرابع والله يسك أفراد اقرأ الفقرة هذا انتن مقطع أما انتن جملوين كان كوابا أغري ثم أجب سؤالها كدن بيها كتشواب يستيقظ طاهر طاهر روح طوصا عند الفجر مركه واقو بريو ويتوضأ في البيت قريقو كوي سيستا ويذهب إلى المسجد المساعد كوتاقا يصلي الفجر صلاة صباح وحو كتو كذا في المسجد المساعد طاهر طاهر يقرأ القرآن قرآن كو أخريا ولا ينام من السيحضو بعد الصلاة ثلاثة كدب نما السيحضو كو أساس سؤال لقاو الدنيا كتشواب متى يستيقظ طاهر قرن طوصا عند الفجر هذا سيستيقظ عند الفجر صلاة الصباح أكتد طوصا اثنين أين يتوضأ هل هو كويس يستا يتوضأ في البيت هل هو كويس يستا قريه كويس يستا إلى ثلاثة إلى أين يذهب هل هو تقى يذهب إلى المسجد مساجد هو تقى أين يصلي الفجر هل هو كنت كذا صلاة الصباح يصلي في المسجد مساجد كنت كذا هل يراه بعد الصلاة صلاة كذا مين يسيح ذا لا يراه بعد الصلاة صلاة كذب مايا صلاة كذب مصيح له ماذا يفعل بعد الصلاة صلاة كذب حوصة مايا يقرأ القرآن قرآن كو أخريا ثانيا الكتابة إما كو حنقلنا قرآن كي العرب وصوبنك وحن صوبنكينا قيبة كوبات وحن لقو برنا يا قرآن كا سين يشين لبدا حرف با لقو برنا يا مارك هوري أكو نسوان حاريا سين كوا بلو كلمة بلو كغيترا مسجد لحدو كغترة جلوس فردي حق الدنبو كغترة شقة وطور كقول سحرا حق هروسين كغترة يشاهد وطاوانيا وحو كغترة لحظة فراش وحو كغترة حق الدنبي التدريب واحد أما الأول ككوباد مر بقلمك قلم كاغا مري على الحرف حرف كقلم كاغا مري حرف كخطو الفيقار سين كيبا لغو قري صدح سين او آن آدو مغنو والله قود بحك سي قلنك خطو الفيقار شين كنو واساسو كري التدريب الثاني كالباد نوحوي انسخ قرأ دو او سين كيبا لغوري صدح افر ملو برنان والله قو قري افر تاكو قربا لغو ليه هدنا شين كيبا لغوري افر حريقو برنان با لغو قري افر تاشين ككوب وحي التدريب الثالث وحوي يكن و ليلت كصدحات مر بقلمك على الكلمة كلمة دا قدو الفيقار امك ساكنوسو كلمة دا نابا كو قرن افرتا كلمة دا قدو بقرن قدو الفيقار وقال انك اللي ايغو سيفرتو قو فريستو مسيد دنبا لقرن افر صدح دا كدن بايا قدو بقر فراش با لقرن افرتا كدن بايا قدو بقر شقة تنبا لقرن صدح كدن بايا قدو بقر امك روح ويا التدريب الرابع كافراد انسخ ادو قر ادوان قدو الفيقاري ميلها بنان قر ساكنوسو صدح دا حريقة كدن بايا قدو القر مسجد صدح حريقة برنان كدل قر فراش صدح برنان كدل قر شقة صدح حريقة برنان كدل قر العرض با وصوبانديك اللباد صاد يضاد با لبرنايا صحيفة وحوين تريد وحا اي ساد كترة بلوغي تصلي هل كتحدو كترة مقص ومقص حق ودن بيو كترة دلع وفيدة باد كباوهر يتوضع ويستنى تحدو كترة بعض واقعيب حاجة دمو كتيرة التدريب الثاني كان هو حوية
layliskii labaad waxa weeyaan layliska labaad murab at-tadrib al-awwal weey halka laba uu ku qoray at-tadrib al-awwal murab qalamika ala al-harf harf harf ka mari saad iyo daad baa qoran ku dul feegaar kuwa ka dambeeyay ee xagadama ku qoran at-tadrib al-thani insaq waxaad qortaa saadka iyo daadka gacantaada ku qor iyadoo aad ku dul feegaaray at-tadrib al-thani waxa weeye layliska saddexaad murra biqalimika cala alkalima ku dul feegaar kelmadda qalinkaas saxiifa ayaa la qoray tusalli baa la qoray bacdun baa la qoray dilcun afartaa mid walba afarta ka dambeeya ama saddexa ka dambeeya ku dul feegaar kelmadda dusheeda ku qor atadriib araabic imikana waxa weeyaan layliska afraad insakh qor oo meelaha bannaan toos ugu qor imikana waxaanu gelaynaa imtixaan baynu qaadaynaa ikhtabir nafsaka waa mar labaad tijaabi adigu naftaada is-imtixaan alwaxdataani athaalitha waaraabica imtixaan waxaa lagaga qaadayaa labada qaybood aynu ka soo baxnay ee kalaa qaybta saddexaad ee qaybta afraad imtixaankoodii baa kana awalan almufradaad marka hore kelmado gaar baa lagugu imtixaamayaa imtixaanku waxa weeye qaybta u horeysaa sil bayna shay waxaad xidhiisaa shayga iyo walmakaan meesha aladii yuujadu fiihi shay baa laguu qorayaa meeshii laga helayna way qoran tahay iskumana toosna isku hagaaja adigu waaxid waxa weye furnun ba halkaa lagugu qoray waa mashiinka cuntada lagu kariyay ee moofada ah halka laga hela haddaba qor waxaa laga helaa oo ku yaalaa madbakh halkaasuu ku qoraya soo maaratid madbakha cunto lagu kariyu yaallaa oo la dhigaa sariirun tiniin sariirun baa kuu qoran halkan maxaa halkee la gelinayaa gurfata noom qolka hurdadaa sariirta la dhigaa talaata waxaa ku qoran ariikatun fadhiga waa kuraasada fadhiga ee waaweyn waxaa halkee la gelinayaa la dooro maxay calaamada isugu xidh gurfata juluus qolka fadhiga halkana mir'aatun baa kuu qoran muraayadda laysku eego waxaad ka eegaysaa oo aad ku xidhaysaa xamaam xamaamka ayaa lagu sameeyaa kitaabun baa halkan kugu qoran kitaabka halkee laga helaa waxaad ku xidhaysaa madrasatu hadii jir madrasada ayaa kutubtu ay taallaa meesha madrasad baa ku qoran salaatun baa halkaa ku qoran maxaa la doonanaysaa masjid intaad la doonanaysaa haddaad isku hagaajiso waad isu saxaysaayo lix darajaad helaysaa waad halkaa kugu qoran intii aad ku helaysay su-aashaasi waa hal su-aal hasha halkaa su-aal haddaad wadsaxdo lix darajaad leedahay qaybta labaad waxa weeye imtixaanka qaybtiisa labaad adif kalimatayn ilaa kulli majmuucatin koox kasto halkaa ku qoran laba eray ku qor marka hore asaas baa lagu weydiinaya waa saabaanka guriga maxaa imikanka lagu qoray mir'aatun muraayad baa lagu qoray laba meelood baa bannaan saabaanka guriga wax ku qor waxaad odhan kartaa kursiyun iyo daawilatun kursi iyo miis baad xagga dambe ku qori kartaa labadaa meeloodo bannaan ta labaad waxaa ku leedahay qurafun baa laga hadlayaa qurafun waa qolod xamaam baa lagu qoray laba meeloodna way bannaan tahay labada meelood waxaad ku qortaa qurfata noom iyo qurfata juluus baad ku qori kartaa qolka hurdada iyo ka fadhiga talaata acdaadun tartiibiyatun imika waxaa kugu qoran tirooyin isdaba yaalloo isku hagaagsan tartiibi haddii lagu dhaahdo waa in aan la isweydaarina sideeda loo qoro marka halkaa maxaa loo qoray al-awwal soo al-awwal lama qorin laba meelood baa bannaan waxaad ku qoraysaa athaani waathaalith ka labaad iyo ka saddexaad arbaca amaakin iminka wey halkaas amaakintaa maxaa halkaa lagu qoray masjidun baa halkaa lagu qoray waa meel waa dhul madrasatun baad markaa qori kartaa marka labaad madrasad maxaad raacin kartaa waxaad raacin kartaa beytun guri baad raacin kartaa waxaad raacin kartaa musalla mawlac lagu tukado yacni saasoo kale u buuxi laba meelood makaan bay ka hadlaysaa su-aalahaas imikale waa maxay khamsa afcaalun shaqooyin la qabanayo waxaa kamid a yadhabu baa lagu yihi wuu tegayaa waa ficil la qabanayo yaqra'u baad dabeedna qori kartaa iyo yusalli wuu tukanayaa waa afcaal sita istifhaam waa su-aal hal baa la qoray hal miyay taa tahay ayaa la odhanaya hal huwa mawjuud miyuu joogaa waa su-aal wax laysku weydiiyo waxaad odhan kartaa ayna halkee iyo waxaad odhan kartaa man waa kuma iyo maada maxaa yeelay kuwaasoo kale daba ka qaadan kartaa waxaad odhan kartaa man ama maada ama ayna oo makaanka laysku weydiiyo man qofkaa laysku weydiiyaa aynana waa meesha kayfa baad gelin kartaa sidee waxaasi yahay su-aalaha laba geli laba su-aalood sabca acdaadun iminka waa tirooyin halkan maxaa lagu qoray tirooyinku waa wax tirsanoo weliba tartiibi ah warkaad odhanaysaa sabcatun baa qoran laba meelood baa bannaan thamaaniya iyo tisca baad markaa gelinaysaa sideed iyo
iyo sagaal hadaad saxdo todobaad darajo leedahay su'aashaana su'aasha saddexaad waxa weeye ba calaamata qalad cala kalimati alghariiba calaamada khalad kale ilaa saar kelmadda inagu cusub aynan hore u arag maalan tabiibun waa dhakhtarkii mudarisun waa macalin muhandisun waa injineer sitaaratun waa daaha yaqsilu wuu mayraya yanaamu wuu hurdaa yakwi wuu kaawadan jafif jafif wuu qalajinaya marka marada la qalajinayo kale ma la maydho kale ka soo qaad maynan soo arag taasoo kale taari kartaa oo kelmadda inagu cusuba alawal arraabic oo kale waaxidun oo maaratay athaari ka saddexaad waaxid kaasoo kale maynan soo arag todoba saacatun masjidun mudaris madrasatun musallan madbakun xamaamun saacadda iyo masaajidka iyo madrasada iyo musallaha meesha lagu tukado madbakh kii cuntada xamaam camalun shaqa gurfatun qolka iyo xaafilatun baska furnun moofada cuntada lagu kariyo mashiinka talaajatun waa talaajadii sakhaanun waa hiitarka wax kulaliya biyaha lagu diiriyo gurfatun waa qolka asaafun waa qalabka saabaanka guriga la dhigo sida miisaska iyo kuraasida iyo waxa lamidka oo dhan baa asaas baytun guri shaqatun waa dhowr qolo isku xidhan marka tan haddaad intii aynaan garanayn aynaan hore u arag aad saxdo iyadana todobadaas waxaad leedahay todobaad darajo thaaniyan marka labaad imika marka hore wada mufradaad bay ahaayeen haddaba qaybta labaad neeg an taraakiib annaxwu taraakiib imikana waa naxwihii iyo jumlooyinki silbayna juz ay jumla jumlada labadeeda qaybood jumladu laba qaybood bay leedahay isla doono oo midba meel baa lagu qoray isla doono yaqsiluba halkaa ku qoran xaggan kale maxaad ka eegaysaa almalaabisa waa qaybta wowga almalaabisa wuxuu maydhaya dharka wal adbaaq iyo suxuunta cuntada lagu cuno jumladu intaasay ka koobantay markaasaa laba qaybood lagu kala qoray waa isku dhex daadiyey tu walba teeda si itniin yushaahidu wuu daawanayaa halkan baad ka dhex daawanaysaa zaa'ida eeg atilfaas tiifiguu daawanaya talaata yadhabu wuxuu tegayaa ayaa lagu yidhi wuxuu tegayaa ilal madrasati daalka qabso madrasaduu tegayaa taa la doono yaknusu oo a arbaca yaknusu wuxuu xaarayaa alghurfata la doono haada ah qolka yaqra wuu akhriyayaa halkaa loo qoro waa shan yaqra wuu akhriyayaa maxaa markaa aada la doonanaysaa waxaad odhanaysaa yaqra-u wuu akhriyayaa asaxiifata baad la doonanaysaa waa jariidada jariidadu akhriya oo waa jiimka yusalli wuu tukanayaa waxaad la doonaysaa alifka u horeeya aljumucata jumcada fi lmasjidi masaajidku ku tukanaya yaknusu wuxuu xaadayaa alghurfata qolkuu xaadayaa ma yaskun mi halkaas yaskunu wuxuu degan yahay fi xayi aljaamica oo ba'da ah xaafada jaamacaduu degan yahay yatawadaw wuxuu u weysaysanayaa xaalaad geynaysaa lisalaati salaadii uu weysaysanaya saa isula doono iyadana sideed baad ku helaysaa markaad wada saxdo itniin qaybteeda labaad akmil dhammaystir waxaad ku dhammaystirtaa biwadci lkelimati inaad ku qorto meesha oo aad dhigto kelmadda asaxiixati meesha saxda ku ah mimaa bayna alqawsayn labada qaws kuwa u dhexeeya meesha bannaan labaa la isag dhigaye ta saxda ah ku qor waaxid waxa weeye su-aasha koowaad fi shaqati waxa ku yaala shaqada shaqadu waa dhowr qol oo isku xidhan arbacu waxa ku yaala maxay gurafin iyo gurfatin baa qoran teebaad qoraysaa gurafin baad qoraysaa gurfatin haddaad aragto waa mid keliya gurafin haddii taada laga gooyana waa qaar badan oo waxa had iyo jeer lagu kala garto jamciisa iyo mufradkiisa waxa lagu kala bartaa taada uun haddii shajaratun lagu dhahdo waa geed keliya shajarun hadda waa dhir badan tamratun waa xabad timira tamrun waa timir badan baqarun waa loo badan baqaratunna waa sac keliya saasoo kale wixii taada lagu kala saaro weeyaan marka waxaa imika lagu yidhi ma afar baa lagu yidhi mise xabad afar haddii lagu yidhi qurafin baad qaadanaysaa arbacu qurafin waxaa ku yaala afar qol itniin kam baa halkan ku qoran fi shaqati naxwaha uu kuu sheegayo ayaad waxaan ku garanaysaa fi shaqati qolka waxaa ku yaala markaa kam iyo fi shaqati maxaa u dhexeeya ma xamaamin baynu gelinaa mise xamaaman baynu gelinaa waxaanu gelinaynaa xamaaman sababta waxa kamta istifhaamiyada ah waxay leeyay waxa la yidhaha tamiis tamiiskeedu waa mansuub masalana kam xamaaman imise xamaam baa ku yaala fi shaqati yacni qolalkan waxaan raacaa talaata tadhabu
إلى المدرسة ما مطابة إنه قادنا مسمى ماذا هذا ماذا تذهب إلى المدرسة محاد مدرسة أتكتا ويتكتونتا هذا أنا مطانا وهذا متى تذهب إلى المدرسة قور ما تكتا ما كان مطابة إنه قادنا إنه أذهب إلى هكذا بعد كقرني سعدنا بابيه هذا الله الله المحاد أتكتا وحبان قصوا برطابة إنه قول ماهي لكن مكان يتهي مطابة لقادنا إيه سؤال شدنا بعد كقرني سعدنا أولاً أذهب وحن تجا السابعة ما الساعة تبين قاضنا مس ساعة وحن قاضنا الساعة أيه قاضنا هنا صوت حويان تلمان تيدي بقى نعت تيدي بقى الله مركا نعت جمرك الله منعود كنا ويسرعان معرفة يسرعان وحبات قريش كم تاي هذه الشقة مهو بين قاضنا مس هي بولي فمس هذه هي الشقة شقة وهي ومؤنث الشقة ومؤنث تبين هو أورن ميسي مورن كرتين ايه ما ورن كرتيد قلكو اما يعني ما ورن دارتو هو وين هي اما انت اسوي هي ما ورن دارتو هو وين هي ما ورن كرتيد واه قلت دارتو وي وين هي اساسو قلي كدغنت هي هذه هي الشقه وادنا سمرك الثالثه نوح القراءه اما القراءه بينو قادنينا اقرا واحد اقريدا الفقره واحد اقريدا وصلتن اما انت يرى مقطع اي اسكو خدن ثم اجب بنعم واحد كو جوابتان نعم أو صح صار أو أم لا كجوابه غلط صار أو مثلاً مثلا نعم أو الميسي هذا نعم لا هذا هاي واحد قريسا صح بعد قريسا هذا لا لا هذا هنا غلط بعد قريسا مركو روا ما هاي يستيقظ وحو توسا أحمد وأحمد مبكرا قار هو أرورتي توسا عند الفجر صلاة الصبح أيو توسا يصلي الفجر صلاة الصبح بكت كذا في المسجد مساجدك أحمد وأحمد لا ينام مصيح له بعد صلاة الفجر صلاة الصبح دي ما سيحضو هو يقرأ القرآن قرآن كو آخر صلاة الصبح كذب يذهب وحو تقا إلى المدرسة المدرسة دا وحو كو تقا بالحافلة بصبر راعة الساعة السابعة بو تقا مركا ساعة التضبادة يوم العضلة ما أنت فصح يا مدرسة فصحتها يستيقظ وحو توصى مبكرا قارهر أيضا سيدوكرة وما أنت حتى فصح صلاة الصبح بو كعاية ما سيحضو يوم الجمعة ما أنت جمعة في الصباح أرورتي يقرأ وحو أخريا صحيفة جريد بو أخريا جريد بو أخريا أو كتابا ما كتاب بو أخريستا ويسلل الجمعة جمعة وحو كنت كذا في المسجد الكبير مساجد كوين انت أمرك هذا أخريدو سؤالا لقاو ويدين يا إسرائيل انتي كتواب واحد وحو يستيقظ أحمد مبكرا قارو توصى ما يسأل بدا قوس أما صح كقر أما غلط كقر محاين من كقرينا صح بين كقرينا وضب وارهن معنى هو أن عمرك اثنين اليوم الجمعة مالنت الجمعة يقرأ صحيفة وآخر تريد وآخر استا أو كتابا إذا نسحب إنه كقرينا يصلي أحمد الفجر في البيت بكت كذا قري بكت كذا هل كقرد بينه كقرينا إلى مسات بينه كصومرنا قري وكمت في مسات كت كذا ترى نقرد بينه كقرينا يذهب إلى المدرسة تروح كتجا بالسيارة تكسب كتجا هل كقرد بينه كقرينا ويروح إنه كصومرنا يذهب بالحافلة الساعة السابعة بصبورها عبينوني تكسي غير مرها عي وهي الندبان نورها عضا يسلي أحمد الجمعة في المسجد الكبير مساعدة كوين بو أحمد جمعة كنت كذا ما أنت جمعة وهي نمركها قرينة قالت بين قرينة وصح بين قرينة تهور في المسجد وصلاة الصباح مسجد الكبير وقت جمعة كاصح بين قرينة أحمد وأحمد ينام صحدا بعد صلاة الفجر صلاة الصبح كذب صحدا هل كان قلت بينك قرينا أحمد أحمد مهندس ومهندس ما هن قرينا نحن قرينا ما ينام صومرين عمل كيس وحو يهي لكن أرض إنو يهي أيام وقنيسة مدو أرض يهي قلت بينك قرينا مو قانهر وإنجينير نقضو وحبرشو كترا الوحدة الخامسة وحن إمكانا كهالينا قيبتي سنات بانجلينا الطعام والشراب وحكا لسا عنتي عبتان قيبتي السنات العرض صوبان لقي قهري وحوي الحوار الأول حوار كوباد وفيرسو انظر ايك واستمع لقيسو واعد كعلي قاسم وحوري كم وجبة امي صق حل عنتو ايات تأكل وحنطا في اليومي ما انتي امي صق وربان عنتو عنتا وجبة وحا هالمر لعنو سالم وحوري اكل ثلاثة وجبات صد حل عنتو أيام وحق العنا أفر إلى تنسى عضوط ومهان عنا الفطورة قراعدي والغذاء قددة
ولا عشاء أي عشاء صدح لها قور قاسم بايري هذا كثير جدا وعنطان بضن صدح قورنا العنطاء ويبضنتها أنا أكل وجبة واحدة هل وقت ما وحقو طارو أو حنا سالم بايري هذا قليل جدا أبناء آد بأيرتي عنطاض تبنوح القاسم ماذا تأكل في الغداء والوقت يقضى ذا محال عنطاء سالم بايري أكل اللحمة هلب والعنا والدجاج هلب كالدقاء نوان عنا والأرز بريس نوان عنا والخبز الروتي نوان عنا انت بقى. وماذا تأكل أنت أضو سمحها عنطاء أبوها دني قاسم بايري أكل السمك أنو كلوم بان عنا والسلطة السلط نوان عنا سلط كسلط كاين عنا والفاكهة هي خضرة وفاكهة خضرة عنا كارين سموس كي اللي انت اللي المعانة يوحى هي عن بها سالم بايري ما وزنك ميزانك هو امسا جرام قاسم بايري وحنا نوا هاي 60 كيلن 60 كيلو جرام بان وما وزنك انت ادنا وا امسا ميزانك وا كتاغن سوورك اي يرا دوبن كا هادليا سالم بايري 100 كيلو انو 100 كيلو جرام بان 100 قاسم بايري انت صميم جدا اد بعضنا احدي ادقو ادو اد بعضنا احدي نيهو سالم بايري وانت نحيف جدا ادنا اد بعضو تاقدر انت ودوبن تا ادنا الحوار الثاني حوار كلبات waxa isna weeye al mudifatu wuxu ku saabsan yahay umbur wastamic waaci eeg oo dhageysoo ku cel wuxu ku saabsan yahay xawaarkani gabar gabar kala soo martiday al mudifatu si wax martida bixinaysi tii la soo martiyay waxay tiri maada tadlubin mahadun isamina taam cuntada maxaan ku siiya al musafiratu gabadhii socotada ahayd ee martida ahayd ba tiri bacda samak wuxoga kaluuna wal arz in bariisa من فضلك واضح ما حصلت حياة المضيفة قواني مرتقلين تسمعي سيلو سوهي دي باعتني وماذا تطلبين من الشراب شراب كلام حياة دونيسا المسافرة واحدة ماء بيان دونيا من فضلك بيان سي واضح ما حصلت حياة المضيفة واحدة التي مرتسوري سي وماذا تفضلين محاد تعاشا من الفاكهة خطوة محانكو سيات تعاشا المسافرة واحدة قواني سعطتها هاي التمر التمر هدار هايسو او العنب او معنا بسيب المضيفة تيمر تقرين تسمى سباتري هل تشربين الشاي شاه معبتها معبيسا شاه المضيفة مسافرة تيسع عطيد واحد تري لا مايا أفضل القهوة أنا بون كان شعره شاه مش عليه المضيفة تيمر تقرين تسمى سباتري القهوة بالحليب مبون عضي سنبع تعيشها وعانا لقو دري المسافرة واحد تري نعم ها القهوة بالحليب بون كل عدي وعانا لقو شعره المسافرة تبعتي شكرا واض ما أصنت هاي المضيفة تتيم ارتقلية سمي سباتري عفوا نقرها لهاو الحوار الثالث وضع الشاكيس كصدحات استيقنا وحوهي الزوج ننكي بايري السلام عليك قولي قصوى قلي ننكي قولي قلي هاوي نبت قلي دوشي نهات الزوجة تقواني باتري وعليكم السلام يدين كان دوشي نهان نقطو الزوج ننكي وحر أنا جوعان جدا أدبانو قاتشي سنة هاي مانت أنا جوعان جدا آد ما نقع تيسان الزوجة تقول واحد تري الغداء على المائدة عنطدي واطميس كسارا الزوج بايري ماذا محاط سارا لما أنت ما يشعر اكتري واحد تري سمك كلموه يالا واللحم هلب نوه يالا وهلب كعص يهلب كعبك ليهن والدجاج دقاق نوه يالا وكيش مرها وأرز بريس نوه يالا وفاكهة خطرة نوه تعالى سموس كيال اللي انت عن بهي هذا كثير الزوج باي وحول هذا كثير جدا هو آد بي وبدن تهيبوري وح بدن بعض ما شريته الزوجة واحد تري لا تأكلها عنين لا تأكلها عنين لا تأكل لا تأكل ها عنين أو كادي الزوج باي لماذا واي محن عن واي أنا جوعان وان قاعد شيء سنهاي الزوجة واحد لدينا ضيوف مرتبة إنه شوكتة مرتبة هات ما ده أو كادي الزوج وحول لدينا ضيوف مرتبة إنه شوكتة من وايو مرتدو مرتدو وايو الزوج روحت الوالدي ووالدتي أباها إيه هو يدي بمانتي إنه شو قمرتيه الزوج بعدي أين الضيوف هل جيت شو قمرتيه الزوج روحت في غرفة الجلوس قال كفرد جيت شو قاني هاي ما داني وكادي هل يسوي ما دي والله أعلم بالصواب وبالله التوفيق